هنعمل صلصه وشطه في خطوه واحده، يعني هي منها صلصه بس صلصه حراقه شويه. تعالوا نقول الاول مقدره ونشتغل فيها على طول. عصير طماطم، معلقتين صلصه وشويه شطه، ملح، ثوم وزيت وشويه خل. دي مقادير الشطه اللي منها شطه ومنها صلصه، تنفع جنب نوعين الكشري تفتح النفس كده مع بعض. يلا بينا، هحط كازارولا على النار. بسم الله كده، وهحط فيها شويه زيت. الزيت هنا كتير شويه، لان الزيت ده في ناس بتحب زيت الشطه اكتر من الشطه نفسها. شويه زيت كده، وقبل ما يسخنوا قوي هنزل بشويه شطه احمصهم في الزيت كده بالشكل ده. وبعد كده هروح نازله على طول بعصير الطماطم، بس لما نكلم زيزي الاول. يا زيزي اهلا بيكي. الو، ازيك يا زيزي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه يا شيخانه؟ الحمد لله بخير يا قلبي. وحشتيني كتير قوي قوي قوي. تعيشي تعيشي يا حبيبتي، اشكرك. انا عايزه اقول لك انا عملت الكعك بتاعي كله طلع جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، طلع جميل من ايديك يا زيزي. وعملته بقى حاجه فخمه جدا جدا جدا. الله يعني. عليكي، ماشي يا عم. طب دوقينا. طيب يا زيزي، عينيا ليكي حبيبتي، تسلم عينيكي. انا عملت انا وانجي بنتي. ما شاء الله، قد ايه هي انجي؟ لا متجوزه ومعاها جوجو ومعاها لافينيا. بسم الله ما شاء الله، قد ايه هم سنهم قد ايه؟ جوجو 7 سنين ولافينيا 4 سنين. يعني الحلقه اللي عملناها بتاعت البيبيهات يوم السبت ما يعني ما جاتش معاها قوي، يعني فلتت مننا. بس انا عملت حاجات الكعك والحاجه عملتها بعد العيد. ماشي، بس المهم ان انت ايه حسيتي؟ عشان اعملها بعد كده في 7 يناير. ماشي ماشي يا حبيبتي. عشان اعملها 7 يناير. كل سنه وكلنا طيبين مع بعض. وانت طيبه حبيبتي. وتحت امرك في اي حاجه انت عايزاها. ربنا يخليك. كان عندي معلومه بقى بالنسبه للبان. ماشي يلا بينا. بصي، ممكن ورق جورنان. ورقه جورنان. ماشي. تقطعي حته كده تحطيها على البنطلون او العبايه او اي حاجه فيها لبان. ماشي، ورقه جورنان عليها. وتمشي عليها المكوه، اللبانه هتلزق في ورقه الجورنان. حلو قوي بجد، ما نتحرمش منك. كمان في حاجه تاني، ورق الفويل. ورق الفويل بدل ورق الجورنان؟ لا، ممكن ورق جورنان وممكن ورق ده او ده. ماشي، ده او دوت. هتلقط اللبانه على طول في ثواني. ماشي، تمشي عليها المكوه هتلزق في الجورنان او في ورق الفويل. حلو قوي، اشكرك يا حبيبتي، ويا رب كده حبيبتنا تكون سمعت كل الاراء الجميله دي. انا حطيت دلوقتي، حمرت الشطه في الزيت، بس ما قرصتش عليها قوي لان انا ما بقدرش على ريحتها، بتعب جدا منها. وبعدين حطيت الصلصه، قلبت كله في بعضه، وحطيت فص ثوم مفروم بعد ايه؟ بعد ما حطيت عصير الطماطم والصلصه. خلي لي الدنيا بقى زي العسل. وادي شويه ملح كده، وشويه خل في الاخر خالص، واحلى شويه صلصه او شطه جنب نوعين الكشري بتوعنا النهارده زي العسل. وقلب بالشكل ده، ويا سلام يا سلام. نسيبها بقى تغلي كده غلوة حلوة، الشطة بالصلصة اللي هي من لزوم الكشري بتاعنا. بسم الله. شفت بقى؟ لا ده احنا ما شاء الله يعني، بس بفضل الله جامدين قوي يعني. صداعي مش مصدق ان انا في الخمس دقايق دول جهزت كل حاجة. ايه يا عم، استهونش بينا برضو. احنا دايما يتقال لك ايه، بيتكتب على التوك توك كده، احنا الشقاوه فينا بس ربنا اللي هدينا.